هذا الشيء واقع فيها كل عام كيوقع فيها بحال ما هكايا. غير هاد البلاصه من هنا وعاد زيد القدام من كتبغي تخرج من الليساس فوق عاود كتلقى كيكبوا هنايا وهاد القصبه هنايا كتخوي هنايا. اذا هنا ما كاينش واد الحار باقي ما مصيبش باقي الله كيصلحوا فيه، راه هو فين كاينه هذيك الشركه كتصيب ومازال هادشي هنايا. المهم هاد البلاصه باقي ما مصلوحاش، المحلات كيسدوا هنايا، هنا المحلات كيسدوها وما كما كتشوفوها مسادين دابا. ها انت لا حمام ولا هاد المحلات كلهم مسادين، مسادين على هاد الماء هذا اللي كيوقع دابا كيدخل عندهم. ولا شفتي دابا غادي تلقاي الماء داخل كاع المحلات عندهم الداخل خاسرين حوايج. ما نكذبش عليك ما كاينش هنا اللي المراقبه ما كايناش وصافي، هذا هو اللي كاين هنا. هاد الحي الصناعي هنايا ما فيهش، وتجاري حي صناعي وتجاري، الناس اللي كتخدم فيه هو اللي واقع لهم مشكل. اما الديور من اللي ما عندهمش المشكل، ها فين كاين المشكل؟ هنا الا راقبتي هنا غيبان لك الفيضان هنايا كاين. اللي عندهم المشاريع هما اللي خصهم يقدروا يشكيو على هذا الشيء بزاف كاع. واكلي العصا هما اللي خصهم يشكيو على هذا الشيء. المهم بالنسبه للمال الرخام ولا الحمام ولا هاد المحلات التجاريين هما اللي خصهم يشكيو. اما ستاسيون وهاد القصبه وهادو اللي كيخويو هنا ما عندهم حتى، هما واكلي العصا. وها انت كتشوفي من البارح الطوموبيل غارقه وها هما كاين ما يقدرش يخرج الكاميو ديالو كاع، ما يخرجش هذا دابا، ما غاديش يخرج مول البوطه، ما غاديش يهز البوطه ديالو. ما كاينش اللي غادي يشكي، ما كاينش الناس اللي كتشكي بزاف مثلا هنا، فهمت؟ كاين غير محلات حوانت غنقولوا هما اللي دايرين واكلي العصا ولكن ما كيشكيوش داخل اليوم ما كيشكيوش. شايف كلشي بعيني انا، ديما هنا كيوقع هنا براسنا راه كنغرقونا. انا خدام هنايا وديما كنلقاو هذا المشكل كل عام، ديما كيشكيو فهمتي ليديك باش يصيبوا هذا الماء هذا، ولكن ديما كيغرق هنايا كيغرق ستاسيون كيغرقوا المحلات الاخرين، ديما كيغرقوا ديما كاين هذا الشيء. صيبوا ستاسيون داروا هذا لوكاراج ولكن ما داروا لوكاراج صغار، ما داروش كبار، ديما هذا المشكل، ديما هذه المحلات ديما سادين، ديما هذا المشكل كيوقع. كيدخل عندنا ديما الماء، ديما راه دابا كان داخل الماء ستاسيون الله خوا اداب كنسيقوا حاشا كنبداو كراطه وكنبداو نسيقوا فهمتي باش نحيدوا هذا الماء. مطلوب هاد ليدي كيحيدوا هاد الماء هذا و يصلحوا لنا هاد الشيء هذا، ما بغينا حتى شي حاجه. يبقى باش بنادم يبقى يتمشى، انت شوف كتشوف يجي بنادم بغى يجي للحمام، عامره جا للحمام شو الماء.